متعددة العائل وآفات محدودة العوائل وآفات متعددة العوائل، وبعد كده درسنا مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة، سواء كانت الآفات ذات أجزاء الفم القارض أو أجزاء الفم الساقب الماص أو الحشرات ذات الطابع الخاص أو الآفات الحيوانية، وخدنا منها الأقاروصات والنيماتودا، وبعد كده تطرقنا لأهم الأضرار اللي بتسببها الآفات للنباتات وأهم الأضرار اللي بتسببها الآفات للإنسان والحيوان، وبعد كده خدنا أهم طرق حصر الآفات وأهمية حصر الآفات وأغراض حصر الآفات، وبعد كده تطرقنا لكيفية تقدير نسبة الإصابة بالآفات المختلفة، وبعد كده في الباب الثاني بدأنا ندرس أهم طرق المكافحة المختلفة، سواء كانت مكافحة طبيعية وقلنا هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مكافحة الآفات دون تدخل الإنسان، وعرفنا يعني إيه نظرية التوازن الطبيعي وأسباب خلل نظرية التوازن الطبيعي وعناصر المكافحة الطبيعية، قلنا عوامل غير حيوية وعوامل حيوية، وبعد كده بدأنا ندرس أهم طرق المكافحة التطبيقية وقلنا هي كل الطرق والوسائل التي تتم بواسطة الإنسان وتستخدم في القضاء على الآفات أو تقليل ضررها أو منع انتقالها من مكان إلى آخر. خدنا منها أهم الطرق، خدنا الطرق التشريعية وعرفنا أهم القوانين التشريعية الموجودة في مصر، وبعد كده خدنا المكافحة الزراعية وقلنا هي كل العمليات اللي بيقوم بها المزارع بهدف زراعة أرضه، إذا أجراها بطريقة صحيحة وفي ميعادها المناسب بتفيد أيضا في مكافحة الآفات والقضاء عليها. وبعد كده خدنا المكافحة الميكانيكية وخدنا المكافحة الحيوية وعرفنا عناصر المكافحة الحيوية، وقلنا المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض والطيور والحيوانات. وبعد كده خدنا المكافحة الكيماوية وخدنا في المكافحة الكيماوية الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشري الجيد، وقسمنا المهلكات الحشرية عدة أقسام على حسب طريقة تأثيرها على الآفة وعلى حسب طريقة دخولها جسم الآفة، وقسمناها أيضا على حسب تركيبها الكيماوي لأقسام مختلفة. وبعد كده خدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة، خدنا استخدام البكتيريا الممرضة واستخدام النيماتودا الممرضة واستخدام منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ، وخدنا منها بدائل المبيدات وعرفنا يعني ايه بدائل المبيدات واهم مميزاتها، وبعد كده خدنا اهم بدائل المبيدات التي تستخدم في مكافحة الافات، وبعد كده خدنا عناصر المكافحة الكيماوية، خدنا منها عمليات الرش والتعفير، وعرفنا ايضا اهمية خلط المبيدات وأغراض خلط المبيدات، وأيضا تطرقنا إلى استخدام طرق حديثة في المكافحة وقلنا بتشمل مناعات الانسلاخ ومناعات التغذية والمواد الطاردة والمواد الجاذبة، وأيضا تطرقنا للمكافحة الميكروبية وعرفنا مميزات المكافحة الميكروبية، وبعد كده بدأنا ندرس أسس نجاح المكافحة الكيماوية، وخدنا بعد كده المكافحة المتكاملة، وقلت لكم ركزوا في المكافحة المتكاملة اللي هي الاي بي ام، الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والبيولوجية والكيماوية التي تتوافق مع البيئة والتي لها جدوى اقتصاديا من اجل خفض اعداد الآفة او تقليل ضررها، وعرفنا عناصر المكافحة المتكاملة الوسائل الوقائية والتتبع والاستكشاف وتقييم اوضاع الآفة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة، وعرفنا اسس نجاح المكافحة المتكاملة. وبعد كده بدأنا ندرس عمليات الرش والتعفير ومميزات الرش والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء عملية الرش وأيضا آلات الرش والتعفير المختلفة، ودرسنا بعد كده الحشرات العامة وقلنا بتشمل الجراد بأنواعه والنطاطات بأنواعها والحفار والدودة القرضة، وبعد كده بدأنا نتطرق لأهم الآفات اللي بتصيب المحاصيل الحقلية، خدنا آفات القطن في أطوار المختلفة سواء كانت في طور البادرة أو طور النمو الخضري أو طور النمو الزهري والسمري، وبعد كده خدنا آفات الذرة والقصب، وبعد كده خدنا آفات الأرز وآفات القمح والشعير وآفات المحاصيل البقولية، وآخر حاجة كنا خدناها اللي هي الآفات اللي بتصيب الحبوب والمواد المخزونة في الترم الأول، وبعد كده بدأنا ندرس
آفات الموالح، وقلنا أهم آفات الموالح الحشرة القشرية السوداء وحشرة القشرية الحمراء وحشرة الحلويات المحارية وحشرة الحشرة الأرجوانية، وقلت لكم الوضع التقسيمي وأعراض الإصابة ودورة الحياة وطرق المكافحة المختلفة. بعد كده درسنا ذبابة الفاكهة وقلت لكم تركزوا عليها جدا لأنه بتيجي كتير في الامتحانات. وبعد كده خدنا بق الموالح الدقيقي وناخرات أوراق الموالح. وبعد كده خدنا أهم الآفات اللي بتصيب أشجار النخيل، خدنا الآفة الخطيرة اللي بتصيب أشجار النخيل اللي هي سوسة النخيل الحمراء ودبور البلح الأحمر ودودة البلح العمري والحشرة الحمراء الرخوة. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة النهاردة، والحلقة النهاردة هنتطرق فيها لدراسة آفات اللي بتصيب أشجار الموز وأيضا أشجار الحلويات. تعالوا بينا ناخد أولا الآفات اللي بتصيب أشجار الموز، هناخد منها آفة خطيرة جدا حتى متسمية باسمها اللي هو من الموز. الوضع التقسيمي للمن زي ما خدناه في الحلقات اللي فاتت، اسم الرتبة نصفية الأجنحة ونوع تطور ناقص أو تدريجي والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة ونوع أجزاء الفم ثاقب مص وعدد أجياله 54 جيل في السنة، والعوائل العائل الوحيد اللي بتصيبه هذه الحشرة هو أشجار الموز. تعالوا ناخد دورة الحياة. دورة الحياة زي ما انتم عارفين فيها نوعين، الحشرة بتلد توالد بكري وأيضا في حشرات بتضع بيض في حالة تعرضها للظروف البيئية الغير ملائمة أو في نهاية الموسم. بيصيب المن قواعد الأوراق، وبعد الإصابة بتلد الأنثى أفراد مجنحة بتهاجر إلى نبات آخر، وهذه الأفراد بتساعد في نقل الأمراض الفيروسية. وأشهر مرض بتنقله اللي هو مرض توارد القمة في الموز، وهقول لكم يعني إيه دلوقتي. وتظل ناقلة للعدوى من 24 ساعة وقد تصل إلى 13 يوم. تعالوا بقى ناخد مظهر الإصابة والضرر. زي ما احنا خدنا في مرض توارد القمم في الموز هتلاقي احنا بنكرر الكلام تاني. بتنقل الافراد المجنحه مرض فيروسي يعرف باسم مرض توارد القمم في الموز. انا عايز اقول لكم بس اعراض المرض. اعراض المرض الاوراق بتكون سميكه وعليها ماده شمعيه وبتكسر السلميات بتاعت النبات وبتتقارب العقد وبتخرج الاوراق من مكان واحد اللي هو قمه اشجار الموز وتاخذ شكل الورده المتفتحه، ولذلك أطلقنا على هذا المرض اسم مرض التورد القمة في الموز. وأيضا الأوراق بيكون حجمها صغير وبتكون متجعدة وعدم تناسق في وضع الأوراق. تعالوا بقى ناخد طرق المكافحة المختلفة. احنا هناخد بقى المكافحة الزراعية، التخلص من نباتات الموز المصابة بالحرق أو الدفن. انتوا عارفين طبعا انه في صعوبة جدا في مكافحة الأمراض الفيروسية، فبيفضل التخلص منها بالحرق أو بالدفن. الفحص الدوري لأشجار الموز يجب ثلاثة، يجب القضاء على النبات المصاب والحشرة معا. إزاي يا أولاد؟ بصب فنجان من الكيروسين في قلب النبات وبيكرر ذلك على نفس النبات داخل الجزء المتبقي من الساق، ثم يقلع بجذوره بعد جفافه ويتم حرق النبات المصاب. أربعة، وضع قليل من الجير الحي في موضع الإصابة وبتترك مكان الجورة معرضة للشمس والتهوية لمدة عامين على الأقل قبل إعادة زراعتها مرة أخرى. تعالوا بقى نتطرق للآفات اللي بتصيب أشجار التين. انتوا عارفين ان التين والنخيل والزيتون من الأشجار المباركة اللي تم أو ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولذلك أشجار التين لها فائدة صحية وطبية عظيمة جداً. لا يسعنا المجال دلوقتي ان احنا نذكر اهم مميزاتها، ولكن هي لها مجال، لها فائده طبيه كبيره جدا وايضا فائده غذائيه. هناخد بقى الافات اللي بتصيبها اللي هي حشره التين القشريه الفنجانيه. من اسمها يبقى هلاحظ انه لها قشره وايضا في مظهر اصابه بتاخذ شكل الفنجان. اسم الرتبه زي بقيه الحشرات القشريه نصفيه الاجنحه، نوع تطور الطلبة الشطار معايا بيقولوا معايا ناقص أو تدريجي، والطور الدار في كل رتبة الحرية والحشرة الكاملة، ونوع أجزاء الفم ثاقب ماص، وعدد الأجيال 2 جيل في السنة، والعوائل من اسمها يبقى التين والكمثرى والتفاح والمانجو والتوت والياسمين. هناخد بقى دورة الحياة. بتضع الأنثى البيض على الأفرع والسوق اللي هي السيقان يعني، بيفقس البيض إلى حريات تتغذى وتنسلخ وتتحول إلى حشرة كاملة. يعني أنا عندي
التطور الناقص او التدريجي هم 3 مراحل، بيضه يرقه عذراء، بيضه حوريه حشره كامله. اما التطور التام بيضه يرقه عذراء وبعدين حشره كامله. ولازم في الامتحان لازم تكون عارف الفرق بين التطور الناقص والتطور التدريجي، لان لو جات لك دوره الحياه او جالك الطور الدار وكتبته على عكس ما هو موجود يبقى اجابتك غلط وبتاثر عليك في الدرجات. مظهر الاصابه والضرر: حدوث تهيج بالانسجه في مكان الاصابه وتورم مستدير مرتفع الحواف، وبتبقى الحشره في قاع الورم وبتتغذى بامتصاص عصاره النبات مما يؤدي الى ضعف الايه؟ النبات، لانه هي اجزاء الفم بتاعتها ثاقبه مصه. 2 جفاف الافرع الطرفيه شديده الاصابه. تعالوا بقى، انتوا زي ما انتوا شايفين اهو، ادي فرع التين مصاب وادي الانتفاخ اللي هو على شكل الفنجان، وبنلاحظ انه الحشره بتكون في قاع هذا الورم. مكافحه زراعيه: تقليم الافرع المصابه والتخلص منها بالحرق، عدم زراعه عوائل الحشره البديله من اشجار التوت والجوافه والنبق بتكون مجاوره لمزارع القشطه. والمكافحه الكيماويه: طالما حشره قشريه يبقى لازم الرش باحد الزيوت المعدنيه الموصى باستعمالها من قبل وزاره الزراعه بنسبه 2% وزائد مبيد اسمه مبيد الملاسيون بنسبه 1.5 في الـ1000، يعني تقريبا بيبقى 60 لتر زيت معدني بضيف له 4.5 لتر ملاسيون لكل فدان. الحشره اللي بعد كده هتلاقوها زيها في الوضع التقسيمي تماما، اللي هي حشره التين الشمعيه، اسم الرتبه نصفيه الاجنحه ونوع التطور ناقص او تدريجي والطور الدار الحوريه والحشره الكامله ونوع اجزاء الفم ثاقب مص، وعدد الاجيال بيتراوح من 2 لـ3 اجيال في السنه، والعوائل التين والعنب والجوافه ونباتات الزينه. زي ما انتم شايفين معانا في شاشتنا الجميله، احنا جايبين لكم المعلومه بالصوت والصوره. ادي الحشره الكامله لحشره التين الشمعيه على احد الافرع التين، ودي ثمره مصابه بحشره التين الشمعيه. تعالوا بقى ناخد دوره الحياه. بتتواجد الحشره على افرع النباتات وبتتغذى بامتصاص العصاره لان هي ثاقب مص، بتضع الانثى البيض اسفل جسمها وبتموت وبيتحلل جسمها، بيفقس البيض بعد ذلك إلى حريات بتتغذى وتنسلخ ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة. والمكافحة زي ما خدنا في حشرة التين الفنجانية مكافحة زراعية أو مكافحة كيماوية. هناخد بقى الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار العنب، وركزوا فيها جامد لأنه دي من الحشرات اللي بتبقى موضع أسئلة في امتحان آخر العام، اللي هي دودة ثمار العنب. لما أقول لك دودة، لما أقول لك فراشة، لما اقول لك ابو دقيق، لما اقول لك حفار ساق، على طول لما اقول لك ناخرات اوراق الموالح، لما على طول بقى وانت مغمض يبقى اسم الرتبه حرشوفيه الاجنحه. ركزوا بقى في الكلام اللي انا بقوله، لانه احنا هنا بنجيب لكم معلومه مش هتلاقوها في مكان تاني. اي دوده، اي فراشه، اي ابو دقيق، اي حفار ساق، اي ناخرات اوراق الموالح في الامتحان لما تيجي لك بالصيغه دي يبقى اسم الرتبه حرشوفيه الاجنحه، والتطور فيها تطور تام، والطور الدار اللي يرقه، وعدد الاجيال بيتراوح من 3 إلى 7. هنا في دودة ثمار العنب عدد اجيالها بيكون 3 اجيال في السنة، وطبعا كل جيل بيتغذى على مرحلة معينة من مراحل نموات اشجار العنب، والعوائل العنب والتوت والبركوك والخوخ والداليا والحشائش. تعالوا بقى ندرس دورة الحياة مع بعض. هنا زي ما انتم شايفين ادي الحشره الكامله، ودي فراشه من اجمل انواع الفراشات، وبنلاحظ البقعتين اللي على الجناح من تحت هنا، ودي بتيجي بتنجذب للضوء بالليل يا اولاد، وممكن تشوفوها في المنازل بتيجي في فصل الصيف. دوره الحياه: بتضع الانثى البيض المخصب فردي على البراعم الورقيه والزهريه، بيفقس البيض الى يرقات بيكون لونها اخضر، هوريكم الورقه في السلايد اللي بعد كده، ذات رأس سوداء، وبتتغذى على الثمار وبتنسج خيوط من الحرير للتعذر، يعني لتكون طور العذراء، ثم تتحول بعد ذلك إلى حشرة إيه؟ كاملة، وبتعيد دورة الحياة. زي أهو زي ما أنتم معايا، آدي يرقة دودة ثمار العنب، زي ما أنتم شايفين لونها أخضر ورأسها بيكون لونها سمراء اللون. تعالوا بقى نركز مع بعض في مظهر الإصابة والضرر. بتتغذى يرقات الجيل الاول على البراعم والازهار مما يسبب جفافها، وانتم عارفين انه اي ثمره لازم يسبقها زهره، طالما البرعم الزهري تم اتلافه يبقى بالتالي هياثر ذلك على كميه المحصول اللي عندي
وبالتالي بيأثر على الدخل بالنسبة سواء كان للمزارع أو بالنسبة للدخل القومي. أما يرقات بقى الجيل الثاني بتتغذى على الثمار اللي هي الثمار الحديثة، يعني حديثة التكوين، وبتحفر فيها وبتتغذى على لب الثمار والبذور. ويرقات الجيل الثالث بتتغذى على الثمار الناضجة أو التي اقتربت من النضج وتسبب تعفنها وسقوطها. ولو جالك سؤال علل في الامتحان هتقول له أن اليرقات تعمل على إحداث ثقوب داخل ثمار العنب، مما يؤدي إلى سهولة دخول المسببات المرضية وحدوث التعفن بالثمار. أربعة والأخيرة، ترابط الثمار وتكتلها بفعل الخيوط الحرارية التي تم نسيجها عن طريق اليرقات. هناخد بعد كده المكافحة. المكافحة الزراعية التقليم الجيد خلال فصل الشتاء. اتنين، حرق الأوراق المتساقطة وحرقها. لو جالك سؤال علل ليه بجمع الأوراق المتساقطة ويتم حرقها هتقول له للقضاء على العذارة الموجودة بها. تلاتة، التخلص من الحشائش وتنظيف قلف الأشجار لقتل العذارة الساكنة خلال فصل الشتاء. والمكافحة الكيماوية، الرشب أحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، والمبيد اللي عندي اسمه جرادونا 50% بمعدل 6 كيلو جرام لكل فدان لكل 200 لتر ماء. ولما أقول لك 200 لتر ماء معنى كده إن الرش عندي يا أولاد بيكون الرش بالحجم، ها الرش بالحجم الكبير. شطار معايا، انتم مذاكرين تمام. هناخد بعد كده الآفة التانية اللي بتصيب أشجار العنب اللي هو بق العنب الدقيق. من غير ما أتكلم انتم المفروض بقى تكونوا حفظتوا الوضع التقسيمي للبق، هو هو ما بيتغيرش. اسم الرتبة، نصفية الأجنحة، نوع التطور ناقص أو تدريجي، وطول الدار الحرية والحشرة الكاملة، ونوع أجزاء الفم ثاقب ماس، وعدد أجياله بيكون 2 جيل في السنة، والعوائل التين والعنب والجوافة ونباتات الزينة، الحد الاقتصادي الحرج للإصابة بمجرد وجود مظاهر الإصابة. ولما أقول لك يعني إيه حد اقتصادي الحرج للإصابة معناها الكثافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة. وهنا ليه بمجرد ظهور الإصابة؟ لأنه هي بتنقل أجزاء الفم بتاعتها ولاد ثاقبة مصر، يبقى بتنقل الأمراض الفيروسية. وعلشان أتفادى انتشار هذه الأمراض الفيروسية بمجرد ما ألاحظ أي إصابة على العنب أبدأ أستخدم طرق المكافحة المختلفة. دورة الحياة، بيقضي البق العنب الدقيق فصل الشتاء في طور البيضة أو على صورة أطوار صغيرة جدا موجودة في أكياس البيض القطنية تحت قلف الأشجار، القلف اللي هو قشرة الشجرة. وفي الربيع بتتغذى الحوريات على النموات الحديثة، تتحول إلى حشرة كاملة بتضع البيض في أكياس قطنية على قلف الأشجار وتعيد دورة الإيه؟ الحياة. زي ما أنتم شايفين معايا أدي الحشرة الكاملة لبق العنب الدقيقي. مظهر الإصابة، هو أجزاء الفم بتاعته ثاقبة مصة، يبقى بالتالي يمتص عصارة النبات ويسبب اصفرار الأوراق وإفراز الندوة العسلية وتلوث عناقيد العنب. واتنين، تشقق العناقيد وتعفنها بفعل فطريات العفن الأسود. ينفع أقول يا دكتور نقل الأمراض الفيروسية؟ أه ينفع أقول. ينفع أقول نمو فطريات العفن الأسود؟ أيوه ينفع أقول، لأن أنا درست الحاجات دي قبل كده فمش بنكررها لكم تاني علشان نديكم أكبر كمية من المعلومات. المكافحة، ناخد المكافحة الزراعية، التقليم الجيد وتقشير القلف وحرق المخلفات. المكافحة الكيماوية، الرش الصيفي باستخدام الزيوت المعدنية، الزيت اللي عندي اسمه سوبر أويل تركيزه 95% بمعدل 1.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء، أو الرش الشتوي باستخدام زيت معدني اسمه مصرونة تركيزه 80% بمعدل 2.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء. تعالوا بقى ناخد الحشرة اللي بعد كده، حشرة خطيرة جدا على أشجار العنب اللي هي تربس العنب. أنا درست التربس قبل كده مرتين، المرة الأولى درسته في آفات بادرات القطن وقلت الرتبة هي هي نفس الرتبة، ما هو التربس واحد ما بيتغيرش. الاختلاف الوحيد اللي هتلاحظوه معايا في الوضع التقسيمي في حاجتين، في العوائل وفي عدد الأجيال. في القطن كان العوائل بتاعته القطن وأنواعها والبصل وخلافه، وكان عدد أجياله كام هناك؟ كان 17 جيل في السنة. درسته تاني فين يا أولاد؟ درسته في آفات القمح، خدت تربس القمح وكان عدد أجيال التربس وقتها أو اللي احنا خدناه
كان اتنين جيل في السنة، وعوائل بقى القمح والشعير والأرز والمحاصيل النجيلية. هنا بقى أدرسه للمرة الثالثة والأخيرة اللي هو تربس العنب، وعدد أجياله هنا بتكون 6 أجيال في السنة، والعوائل بتاعته هتكون العنب والخوخ والبرقوق والتفاح والكمثرى والورد. تعالوا بقى نراجع معانا الوضع التقسيمي مرة تانية. اسم رتبة هدبية الأجنحة، نوع تطور ناقص أو تدريجي والطرد دار الحرية والحشرة الكاملة، ونوع أجزاء الفم خادش ماس. ركزوا، خادش ماس. لو قال لك ليه هو خادش ماس وليس ساقب ماس، هتقول له لأنه الفك العلوي أثري أو ملتحم. دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض في أنسجة النباتات بواسطة آلة وضع البيض، بيفقس البيض إلى حريات بتتغذى وتنسلخ، بيزداد حجمها ونموها بارتفاع درجة الحرارة وبتتحول لحشرة كاملة. مظهر الإصابة والضرر، بتتغذى على الأوراق غير الملفوفة وعلى الثمار الحديثة، وفي حالة الإصابة شديدة بتتجعد الأوراق وتجف وتسقط. في آفات القطن كنا بنقول ظهور بقع فضية اللون على السطح السفلي للأوراق. المكافحة، بيتبع نفس برنامج مكافحة الحشرات ذات أجزاء الفم الساقب الماس اللي هي المكافحة الزراعية والمكافحة الحيوية والمكافحة الكيماوية. تعالوا بقى ناخد الآفات اللي بتصيب أشجار الرمان. طبعا برضو أشجار الرمان من الأشجار اللي تم ذكرها في القرآن، ودودة ثمار الرمان أو بيقولوا عليها أبو دقيق رمان، زي ما أنا قايل لكم من شوية، أي فراشة، أي دودة، أي أبو دقيق، أي حفار ساق التفاح أو نخرات أوراق الموالح، على طول وأنت مغمض يبقى اسمه رتبة خرشوفية الأجنحة، ونوع تطور تام، والطور الدار بيكون فيها اليرقة، ونوع أجزاء الفم بتكون قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة، عدد الأجيال بتكون 3 أجيال في السنة، والعوائل رمان والبلح والفتنة والصنط والخروب وقرون الفول. تعالوا ناخد ده مع بعض بقى. دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض فردي على قشرة ثمار رمان أو على السطح الداخلي للكأس اللي موجود في الثمرة، اللي هو بيكون محتفظة الثمرة بالكأس، أو على الأوراق والأفرع. بيفقس البيض إلى يرقات بتدخل الثمرة وبتتغذى على محتواتها إلى أن تصل إلى السائل الموجود في الداخل، ثم تتحول إلى ما قبل العذراء، ثم عذراء، ثم حشرة كاملة، وبتعيد دورة الحياة. زي ما انتم شايفين معانا، ادي ابو دقيق وكل الاطوار بتاعته زي ما هي موجودة معانا، وادي اليرقة اللي موجودة داخل ثمار الرمان. مظهر الاصابة والضرر، فقد بعض البذور وقد تتلف الثمار وتصبح غير صالحة للاستهلاك الاعدامي. 2، اصابة الثمار بالفطريات من خلال فتحات دخول اليرقات، وبتظهر الإصابة على هيئة بقع مستديرة. 3، بتخمر أجزاء من الثمرة وبتصاب ببعض الخنافس وذبابة الدروسوفولا. 4، قلة تلوين الثمار، يعني بيكون لونها أحمر باهت. 5، والأخيرة سقوط عدد كبير من الثمار قبل جمعها. في سؤال علل بيجي لكم في الامتحان، علل لما يأتي: إزالة أشجار الصنط والفتنة الموجودة بالقرب من مزارع الرمان. الإجابة هتقول له أن قرون الصنط من العوائل المفضلة للآفة، تتكاثر عليها وبذلك تكون مصدر للعدوى. المكافحة الميكانيكية برضو بيجي فيها سؤال علل: تكيس ثمار الرمان، يعني أحط عليها كيس بأكياس من الورق المثقب بعد العقد بحوالي أسبوعين. الإجابة: وذلك لمنع أبو دقيق أو من وضع بيضه على الثمار. هناخد بقى آفة خطيرة جدا بتصيب الرمان أيضا، اللي هي من رمان، أو بيقولوا عليه من الدورانتا لأنه بيصيب الدورانتا أيضا. المن زي ما احنا درسناه قبل كده هو متشابه معظمه في الوضع التقسيمي، في مظهر الإصابة والضرر، في طرق المكافحة. كل انواع المن او معظم انواع المن اللي احنا درسناها، نصفيه الاجنحه، نوع تطور ناقص او تدريجي، الطور الدار الحريه والحشره الكامله، عدد الاجيال معظمها 54 في جيل في السنه، ما عدا نوع واحد هناخده بعد كده في افات الخضر اللي هو من الصليبيات، ده بيكون عدد اجياله يا اولاد 10 اجيال في السنه، والعوائل الرمان والحناء ونباتات الزينه. دوره الحياه زي ما درسناها هي ومظهر الاصابه والمكافحه كما سبق. تعالوا بقى نتطرق للآفات اللي بتصيب أشجار الحلويات. لما أقول لك أشجار الحلويات، يعني بقصد أشجار الخوخ والمشمش
والتفاح والجوز واللوز، كل ذوات النواة الحجرية بتصنف تبع أشجار الحلويات. هناخد أول آفة خطيرة عندنا اللي هو من التفاح الزغبي أو من التفاح الصوفي. أنا درسته فين قبل كده من التفاح الزغبي أو من التفاح الصوفي يا أولاد؟ فاكرين لما خدنا المكافحة الحيوية التطبيقية وقلنا في أنواع المتطفلات، في تطفل على الحشرة الكاملة، وقلنا في حشرة أو في طفيل اسمه طفيل الأنوفيلس، ده بيتطفل على الحشرة الكاملة لمن التفاح الصوفي أو الزغبي. المن زي ما هو في أي من درسناه قبل كده اسم الرتبة نصفية الأجنحة، نوع تطور ناقص أو تدريجي، طول الدار الحرية والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم ثقب مقص، وعدد أجياله 54 جيل في السنة، والعوائل بتاعته التفاح والكمثرى. أي شجرة حلويات تيجي على بالك اكتبها لأنه هو بيصيبها. دورة الحياة، بتلد الأنثى الحريات مباشرة، تولد بكري طبعا، فتنمو وتنسلق وتتحول إلى حشرة كاملة، والتي بدورها تلد بكريا في حالة الظروف البيئية اللي هي الغير مناسبة. بينمو لها جيل من الحريات المجنحة التي تعطي أو تغطي الشجرة وتعطي حشرة كاملة مجنحة تطير بحثا عن عائل آخر مناسب. ده إمتى يا أولاد؟ في حالة تعرض الحشرة لظروف بيئية غير ملائمة أو نقص الغذاء أو في نهاية الموسم. جميع أفراد الحشرة في مصر هي من الإناث. لو جالك سؤال علل جميع أفراد حشرة من التفاح الصوفي أو الزغبي هي إناث، هتقول لأن الذكور لا تنتج إلا في حالة انخفاض درجة الحرارة. زي ما احنا معودينكم ادي انواع لحشرة من التفاح الصوفي او الزغبي، ودي طبعا شايفين كمية الاصابة قد ايه على جذع الشجرة. من التفاح الصوفي او الزغبي مظهر الاصابة، بتمتص عصارة النبات بشراهة وتؤدي الى تهيج الانسجة النباتية وتورمها، وبتكون الاورام قريبة من بعضها مع وجود زغب ابيض، عشان كده سميناه من التفاح الزغبي، بيكون كثيف بين العقد. 2 وقف نمو الأشجار وقصر الجذور. 3 موت الأشجار الحديثة والشتلات. المكافحة، هناخد أول حاجة المكافحة الزراعية. زراعة شتلات سليمة خالية تماما من الإصابة مع غمر الشتلات المشكوك في إصابتها في محلول من الملاسيون عشان أقضي على الحشرة. في سؤال عالي بيجيلكم في الامتحان، يجب إزالة أشجار الحور الموجودة حول بساتين التفاح، هتقول له لأنها مصدر عدوى لأشجار التفاح بمن التفاح الصوفي أو الزغبي. 2 التقليم الجيد والتسميد المناسب للأشجار ونظافة بساتين التفاح والكمثرى من الحشائش. المكافحة الأخيرة اللي هي المكافحة الكيماوية، الرش بأحد الزيوت المعدنية الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة. والزيت اللي عندي زيت رويال تركيزه 95%، معدل 1.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء. تعالوا ناخد الحشرة التانية اللي بتصيب أشجار الحلويات اللي هي حفار ساق التفاح. زي ما أنا قايل لكم من شوية، أي حفار ساق، أي دودة، أي أبو دقيق، أي فراشة، أي نخرات أوراق الموالح، يبقى حرشوفية الأجنحة. نوع التطور، تطور تام. يعني إيه تطور تام يا دكتور؟ يعني بيضة تفقس إلى يرقة، ثم اليرقة تتحول إلى عذراء، ثم حشرة كاملة، والطور الدار فيها بيكون اليرقة، ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة، وعدد الأجيال جيل واحد كل سنتين. خدت فين بقى جيل واحد كل سنتين ده قبل كده؟ لما كنت بدرس الحفار. يبقى الحفار اللي هو كلب البحر وحفار ساق التفاح الاتنين متشابهين في عدد الأجيال اللي هو جيل واحد كل سنتين، والعوائل الكمثرى والتفاح والرمان والسفرجل والبركوك والخوخ. هناخد بقى الحد الاقتصادي الحرج للإصابة بمجرد وجود مظاهر الإصابة أو ظهور أول فراشة في البستان. دورة الحياة، طبعا الفراشات انتوا عارفين انها بتنشط ليلا، يبقى بتنشط الفراشات، بينما أبو دقيق بينشط نهارا. تنشط الفراشات ليلا وبتضع الإناث البيض على أفرع النباتات، بيفقس البيض إلى يرقات بتتغذى وتنسلخ، وبيصل عمر الطور اليرقي إلى عامين أو قد يصل إلى 3 أعوام، ثم تتعذر، يعني تدخل في طور العذراء وتتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة. تعالوا بقى أوريكم مظهر الإصابة والضرر بحفار ساق التفاح.
ادي اليرقة وهي بتحفر داخل الساق، وادي الفراشة او الحشرة الكاملة، وده مقطع ايضا ليرقة بتحفر داخل ساق التفاح. مظهر الإصابة والضرر، بتحفر اليرقات بتحفر داخل الأفرع. طب ايه المشكلة ان اليرقات يا اولاد تحفر داخل الأفرع؟ انتوا عارفين ان الأفرع دي بتكون محتوية على الأسطوانة الوعائية اللي هي أنابيب الخشب وأنابيب اللحاء، وبالتالي أنابيب الخشب عندما تتآكل أو يحصل فيها تهتك أو تمزق لا تستطيع أن تقوم بتوصيل المياه والأملاح المعدنية من الجذر إلى الأوراق للقيام بعملية البناء الضوئي. طب أنابيب اللحاء، النبات بعد ما بيعمل عملية بناء ضوئي بيتم توزيع الغذاء المصنع في الورقة بعد عملية الفوتوسينسيس أو عملية التمثيل الضوئي على جميع أجزاء النبات، يبقى الغذاء المصنع ده اللي بيتغذى منه النبات، يعني بمثابة الغذاء المهضوم اللي بيوزعه الدم في الإنسان على كل أجزاء اللي هي الجسم. هنا نفس الكلام، أنابيب اللحاء لو حصل فيها تمزق هي وأنابيب الخشب بالتالي بيضعف النبات وقد يؤدي إلى موته وجفاف الأفرع. ثلاثة، ضعف الأشجار وقلة الإثمار، وفي حالة الإصابة الشديدة بتموت الأشجار. تعالوا بقى ناخد المكافحة. المكافحة الزراعية بتشمل ايه يا اولاد؟ واحد، العناية بحالة الأشجار وتقويتها اللي هي التسميد والري وكل العمليات الزراعية اللي من شأنها ان هي تؤدي الى تقوية الشجرة. اتنين، زراعة اصناف مقاومة. تلاتة، قطع الافرع المصابة وحرقها. اربعة، اعدام الاشجار المصابة بشدة حتى لا تكون مصدر للعدوى. خمسة، وده نعتبرها مكافحة ميكانيكية، استخدام سلك معدني مدبب من فتحة النفق حتى يصل إلى اليرقة ويقتلها داخل النفق. ستة، استخدام البنزين داخل النفق وقفل النفق بالطين فتموت اليرقة بالاختناق. سبعة، جمع العذارة الموجودة بالقرب من فتحة الأنفاق وإعدامها. المكافحة الحيوية، استخدام النيماتودة المتطفلة على الحشرات كوسيلة مكافحة بيولوجية للآفة. ايه الكلام ده؟ خدتوا النيماتودا في الصف الاول في ماده البيولوجي، وقلنا هي حيوانات ميكروسكوبيه بتعيش في التربه او داخل جذور النباتات، في منها انواع بتتطفل على النبات، وفي انواع بتتطفل على الحيوان، وفي ايضا انواع بتتطفل على الحشرات. احنا استثمرنا الانواع اللي بتتطفل على الحشرات كاحدى وسائل المكافحه الحيويه، وبدأنا نستخدمها بفاعلية وبنجاح للقضاء على الأطوار الحشرية المختلفة، وبيبقى لها جدوى اقتصادية لأن هي صديقة للبيئة، غير مكلفة، متجددة باستمرار، وأيضا بتكون بتحافظ على التوازن الطبيعي في البيئة. المكافحة الكيماوية، دهان الأشجار بمبيد اسمه استيمكس تركيزه 21% على ارتفاع 30 إلى 40 سنتي على شكل حلقة حول محيط الجذع والأماكن الأخرى المصابة بمعدل 4 مرات كل شهر ابتداء من آخر شهر 4 اللي هو شهر إبريل. 2، حقن الثقوب الموجود بها اليرقات بمعجون اسمه زولون، وده بيكون الحقن بواسطة مسدس خاص بيكون في النفق اللي تم إحداثه بواسطة اليرقات، بيحقن معجون او ماده الزيلون دي، والماده دي بتؤدي الى موت اليرقه داخل النفق او موت الايه العذراء. هناخد بقى النوع الثالث اللي هو حفار، او الافه الثالثه اللي هو حفار ساق التفاح رائق الاجنحه. اللي فات كان حفار ساق التفاح فقط، الجناح بتاعه زي ما نورت لكم في الصوره بيكون عليه نقط سودة كده على الجناح الابيض. هنا رائق الاجنحه سميناه رائق الاجنحه لانه لا توجد هذه النقط الايه السوداء. اسم الرتبة والوضع التقسيمي صورة طبق الأصل من الوضع التقسيمي لحفار ساق التفاح. اسم الرتبة حرشفية الأجنحة، نوع تطور تام وطور الدار اليرقة، ونوع أجزاء الفم بتكون قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة. عدد الأجيال، هناك كان جيل واحد كل سنتين، هنا أكتر من جيلين في السنة. العوائل، الكمثرى والتفاح والرمان والسفرجل والبرقوق والخوخ، اي حاجه تبع اشجار الحلويات اكتبها اجابتك ان شاء الله هتبقى صحيحه. الحد الاقتصادي الحرج للاصابه، بمجرد وجود مظاهر الاصابه او ظهور اول فراشه في البستان.
دورة الحياة بتضع الأنثى البيض داخل الشكوك وأماكن الجروح، وبيفقس البيض إلى يرقات بتحفر أنفاق تحت الخلف، بتفضل منطقة التاج. منطقة التاج دي بتكون فين يا ولاد؟ بتكون نهاية منطقة الجزر وبداية منطقة الساق، اللي هي قريبة بتكون من سطح الايه؟ التربة، وبعد كده بتتحول إلى عذراء ثم تتحول إلى حشرة كاملة. تعالوا أوريكم مع بعض مظهر الإصابة والضرر بحفار ساق التفاح رائق الأجنحة. زي ما أنتم شايفين، آدي اليرقة وبتحفر نفق في جذع الشجرة. مظهر الإصابة وجود إفرازات للعصارة النباتية، ووجود نشارة قليلة من نشارة الخشب عند فتحة الثقب بتكون ملتصقة بعصارة النبات. 2، تضخم المنطقة المصابة وتشقق الخلف ونمو الأعفان عليها، ويمكن مشاهدة اليرقات داخل النفق زي ما انتم شايفين معانا في الصورة في شاشتنا الجميلة. احنا جايبين لكم المعلومة بالصوت والصورة، ادي اليرقة موجودة داخل الايه؟ النفق. 3، بتؤدي الإصابة الشديدة إلى ضعف عام في الشجرة نتيجة لأنها بتتغذى أو بتمتص عصارة النبات، وأيضا بتتغذى على أنابيب الخشب وأنابيب اللحاء. المكافحة بيتبع نفس البرنامج المتبع في مكافحة حفار ساق التفاح، اللي هي المكافحة الزراعية والمكافحة الميكانيكية باستخدام سلك معدني مدبب، وأيضا باستخدام المكافحة الكيماوية. تعالوا بقى ناخد رابع حاجة بتصيب أشجار الحلويات، اللي هي أنواع الجعال. هناخد هم 3 أنواع اللي علينا: جعل الورد الزغبي، وجعل الزمرودي، وجعل الخوخ. هناخد أول واحد فيهم اللي هو جعل الورد الزغبي. احنا خدنا الجعال قبل كده امتى يا ولاد؟ فاكرين لما خدنا الجعل ذو الظهر الجامد أو الجعل الأسود في الآفات اللي بتصيب القصب؟ هو نفس الكلام، الوضع التقسيمي هيبقى واحد اسم رتبة جامدية الأجنحة، نوع تطور تام والطور الدار. هناك كان اليرقة والحشرة الكاملة، هنا الحشرة الكاملة فقط، ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة، وعدد الأجيال زي ما خدناه قبل كده جيل واحد في السنة، والعوائل أزهار وبتلات الورد والفول والبسلة والتفاح والمشمش واللوز. يعني هو ضرره الأساسي بيكون على الزهرة. دورة الحياة بتضع الأنثى البيض في الأراضي الرملية المسمدة بالسماد العضوي، بيفقس البيض إلى يرقات بتتغذى وتنسلخ وتتعذر داخل شرنقة من خيوط الحرير أيضا وحبيبات التربة، ثم تتحول إلى حشرة كاملة في شهر نوفمبر، ثم تعيد دورة الإيه؟ الحياة. زي ما أنتم شايفين جايبين لكم صورة لل الجعل الورد الزغبي زي ما انتم شايفين اهو، وبيتغذى على الورد اثناء تغذيته، وادي الزغب اللي موجود على الظهر بتاعه وعلى الاجنحه، عشان كده سميناه جعل الورد الزغبي. مظهر الاصابه، بتتغذى الحشره الكامله على قواعد مبايض الازهار وتلتهمها، وزي ما انا قايل لكم مفيش زهره يبقى بالتالي الثمار هتقل. 2، عدم عقد الثمار ونقص الانتاج. تعالوا بقى ناخد المكافحه مع بعض. كمر السماد البلدي، هو بيحط البيض بتاعه على السماد البلدي. لما اعمل عمليه كمر، يعني عمليه تغطيه للسماد البلدي اثناء عمليه التحلل، عمليه الكمر بتؤدي الى رفع درجه حراره كومه السماد، وبالتالي بتؤدي الى قتل الاطوار اليرقيه الموجوده بها. عمليه الكمر بتستغرق قد ايه؟ بتستغرق من 1.5 إلى 2 شهر مع الترطيب بالماء، فترتفع درجة الحرارة في الكومة وبتقتل الحشرة. 2، معاملة السماد البلدي الموجود به الحشرات مبيض اسمه الهوستاسيون تركيزه 40%. 3، رش مبيض الهوستاسيون 40% على سطح التربة في الصباح الباكر. 4، استخدام مصائد الألوان بمعدل 40 مصيدة لكل فدان. 5، مكافحة اليرقات في الحقل عن طريق عمل حلقة حول الأشجار بعمق قد ايه يا ولاد؟ 10 إلى 20 سنتي، ثم يتم نسر المبيد باليد وتردم وتروى مباشرة. 6، إضافة الجير الحي إلى السماد البلدي بنسبة 8%. يعني ايه نسبة 8%؟ يعني لو كان عندي سماد بلدي وليكن 100 كيلو،
هضيف له كام كيلو بقى جير حي؟ هضيف له 8 كيلو جير حي. القفه اللي بعد كده اللي هي جعل الورد الزمردي، الوضع التقسيمي زي ما خدناه هو ودوره الحياه ومظهر الاصابه والضرر والمكافحه. الوضع التقسيمي زي ما قلنا، اي جعل على طول وانت مغمض يبقى اسم الرتبه، غمديه الاجنحه نوع التطور تام، طول الدار الحشره الكامله، عدد الاجيال دي الواحد في السنه، والعوال اي اشجار حلويات تيجي على دماغك اكتبها واجابتك ان شاء الله هتبقى صحيحه. هناخد بقى اخر حاجه في حلقه النهارده، الافات التي تصيب اشجار الزيتون. هناخد منها حشره اسمها ذبابه ثمار الزيتون. انا قلت لكم قبل كده كل انواع الذباب، كل انواع البعوض والهموش ايضا اسم الرتبه، ونخرات اوراق الفول اسم الرتبه ذات الجناحين. اقولها تاني، كل انواع الذباب ما عدا الذباب البيضاء، كل انواع البعوض، كل انواع الهموش، ونخرات اوراق الفول وانت مغمض اسم الرتبه ذات الجناحين. يعني ايه ذات الجناحين؟ يعني الحشره الكامله لها زوج واحد من الاجنحه، طب والزوج الثاني بيتحور الى، قد يختفي وقد يتحول الى دبابيس اتزان زي اللي موجود في الذبابه المنزليه. تعالوا نشوف الوضع التقسيمي مع بعض. اسم الرتبه ذات الجناحين، نوع التطور تطور تام، الطور الدار اليرقه والانثى. خدتها فين قبل كده اليرقه والانثى دي؟ خدتها لما كنت باخد ذبابه الفاكهه، وقلت لكم في سؤال علل اللي بيجي في الامتحان، يعتبر الطور الدار في ذبابه الفاكهه اليرقه والانثى فقط. هتقول له ليه الاجابه؟ الاجابه لانه الانثى تقوم بعمل صلب او جرح في الثمره بواسطه اله وضع البيض المنشريه لوضع بيضها، وهذا الثقب يؤدي الى سهوله دخول مسببات الامراض البكتيريه والفطريه، مما يؤدي الى ظهور امراض التعفنات. نوع اجزاء الفم، قارض في اليرقه ولاعق في الحشره الكامله، وعدد الاجيال زي ما خدناها برضو في ذبابه الفاكهه من 8 الى 10 اجيال في السنه، والعوائل اللي عندي العديد من اشجار الفاكهه. تعالوا بقى ناخد مع بعض دوره الحياه. بتضع أنثى ذبابة ثمار الزيتون البيض فردي، فين؟ داخل لب الثمار اللي هو اللحم اللي احنا بناكله، اللي هو بتاع الزيتون. بتضعه ازاي؟ بتضعه بواسطة آلة وضع البيض زي ذبابة الفاكهة تماما. بيفقس البيض إلى يرقات علشان التطور اللي عندي تطور تام. يعني إيه يا دكتور تطور تام؟ يعني بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. بقيتوا شطار، بقيتوا أساتذة دلوقتي في مادة الآفات. تتغذى وتنسلخ، ويعني ايه تنسلخ؟ يعني تغير جلدها. ولما اقول لك انسلاخ يعني تغيير جلد. طيب عدد الانسلاخات بيساوي قد ايه من عدد الاعمار؟ الاعمار بتكون اكتر من عدد الانسلاخات بواحد بمره واحده. يعني مثلا لما اقول لك عدد اعمار دوده عدد العمر اللي يرق في يرقات دوده ورق القطن قد ايه؟ شاطر، هتقول لي 6 اعمار، يبقى لها كام انسلاخ؟ يبقى لها 5 انسلاخات في العمر في الجيل. تنسلخ وبتصنع نفق متعرج، ثم تتحول الى عذراء، ثم تتحول الى حشره كامله تعيد دوره الحياه. زي ما احنا معودينكم في شاشتنا الجميله بنجيب لكم المعلومه بالصوت والصوره، وانا حابب من موقعي هذا ومن مكاني ده ان احنا نتوجه بالشكر والتحية والتقدير للمجهود الرائع لفريق الاخراج والاعداد وكل كرو العمل ببرنامجنا المتميز، علشان نوصل لكم خدمة تعليمية ممتازة. حقيقي بيبذلوا الجماعة معانا مجهود جبار علشان تجيلكم المعلومة لحد منازلكم في وانتوا في امان، ونصل بالعملية التعليمية لأرقى وأحسن مستوى خدمة ممكن توصل لكم. هناخد بقى مظهر الإصابة والضرر. 1، بتحفر اليرقات داخل الثمار زي الفم بتاعتها قارض، وتسبب تعفنها
اتنين تساقط الثمار قبل نضجها. لو قال لك في الامتحان علل ظهور الأعفان في ثمار الزيتون عند الإصابة بذبابة ثمار الزيتون، هتقول له لأنه ذبابة ثمار الزيتون تعمل على إحداث جروح بواسطة آلة وضع البيض مما يؤدي إلى إصابتها بفطريات العفن. اتنين تساقط الثمار قبل نضجها. ثلاثة قلة المحصول. أربعة عند تخليل الزيتون بنشاهد اليرقات بتكون طافية على سطح وعاء التخليل. يعني أنت لما بتجيب المخلل وبتضعه في سائل التخليل هتلاحظ على سطح السائل اليرقات طافية على الإيه؟ على السطح. آخر حاجة معانا في حلقة النهاردة اللي هي المكافحة. مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بتشمل أكثر من طريقة يا أولاد. أول حاجة المكافحة الزراعية. واحد العناية بعمليات الخدمة. لما أقول لك العناية بعمليات الخدمة يبقى بقصد بيها الري في الميعاد المناسب والزراعة في الميعاد المناسب والتقليم الجيد وأيضا التسميد الجيد. يعني بعمل توازن في استخدام الأسمدة اللي عندي اللي هي الـ NPK اللي هو سواء كان سماد نيتروجيني أو سماد بوتاسي أو سماد فوسفاتي. وطبعا السماد البوتاسي والفوسفاتي يا أولاد بيعمل على صلابة الجدار الخارجي للأنسجة النباتية مما يجعله صنف مقاوم للإصابة بالآفات والأمراض المختلفة. اتنين التقليم الجيد لكي يتخلل الضوء والهواء الأشجار وحرق نواتج التقليم. ثلاثة جمع الثمار المتساقطة واستهلاكها. أربعة سرعة إجراء عملية العصر لاستخراج الزيت في المعاصر اللي هي معاصر الزيتون. خمسة الإسراع في عملية جمع المحصول. ستة زراعة أصناف مقاومة. في سؤال يا أولاد بيجي في الامتحان يقول لك علل ضرورة وضع سلك معدني على نوافذ وأبواب معاصر الزيتون. على طول وانت مغمض أول ما يجي لك معاصر الزيتون يبقى تقول له لمنع دخول ذبابة ثمار الزيتون ووضع بيضها على الثمار. أو كمان لو جالك السؤال في مصانع الأغذية أو مصانع الألبان يبقى دي لمقاومة الذباب الإيه؟ المنزلي. ستة زراعة أصناف مقاومة. سبعة وطبعا زراعة أصناف مقاومة دي من أفضل الطرق. سبعة استعمال مصائد زجاجية للذباب بتحتوي على فوسفات الأمونيوم بتركيز 3% لأنه الأمونيا بتجذب اليرقة. المكافحة الميكانيكية وضع سلك ضيق زي ما قلت لكم من شوية اهو. وضع سلك ضيق الفتحات على نوافذ معاصر الزيتون لمنع دخول الذبابة إلى داخل المعاصر. المكافحة الكيماوية ودي آخر حاجة معانا في حلقة النهاردة الرش بأحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة. والمبيد اللي عندي اسمه مبيد أكتيليك تركيزه 50% بمعدل 150 سنتي لكل فدان لكل 100 لتر ماء. بيكون عدد الرشات من 3 إلى 4 رشات بتبدأ من الأسبوع الأول من يوليو وبين كل رشة والأخرى 4 أسابيع. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون درسنا مع بعض أهم الآفات اللي بتصيب أشجار الموز. خدنا منها آفة واحدة بس اللي هو من الموز، وبعد كده خدنا الآفات اللي بتصيب أشجار الحلويات، خدنا من التفاح الصوفي أو الزغبي، وخدنا الوضع التقسيمي ليه، وخدنا أعراض الإصابة وطرق المكافحة المختلفة، وبعد كده خدنا حفار ساق التفاح وحفار ساق التفاح رائق الأجنحة، وبعد كده تطرقنا لدراسة الآفات اللي بتصيب أشجار الزيتون. خدنا منها ذبابة ثمار الزيتون، خدنا الوضع التقسيمي، وخدنا أيضا مظاهر الإصابة والضرر ودورة الحياة وطرق المكافحة المختلفة. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.